لم يجد الطفل علي يداً تأخذ بيده إلى المدرسة إلا بعد بلوغه 13 سنة. حكاية علي صغير السن أثقل كاهله الهم، ولم يعش طفولته كباقي أقرانه. والدتي ربي يرحمها صديقة على والدتي عي، كان عندها واحد بروبليم مع العائلة وكاع، خلت عالي عند الوالدة قالت لها واحد يامات ونجي نديه سيمانة هكا ونجي نديه، ما جاش هذيك سيمانة قعدت واحد 11 عام مسكينة ربي يرحمها. من جات مريضة فيها مرض مسكينة الله يعافينا، توفات عندنا في الدار. هل أنا بحلم أو حقيقة؟ يتساءل علي وتجيبه معلمته بابتسامة. اليوم استقبلنا تلميذ جديد علي، مرحبا بك معنا في مدرسة فغول عبد الله، إن شاء الله بإذن الله يقضي معنا عام مريح. ويلقى الترحاب من زملائه في القسم. هو الحلم الذي طال انتظاره. أنا فرحان اليوم بنتخاف الحمد لله يا رب. قبل اليوم حياة علي كانت مبهرة، وبعد اليوم أولى الخطوات جسدت. بعد تطبيق تعليمات والي ولاية وهران في الحرص على مرافقته ومراعاته، جا الوالي في زيارة هنايا وين نسكنو، تكلمنا معاه قلنا له ما كاين هذا غريان ما يقرا ما والو، شافه قال لهم اللي قد جيبوه للشيف دايرة والميرتاع. فيما يخص الطفل بعد تعليمات السيد الوالي بأخذ كل تدابير اللي تم درسها الطفل، قامت مديرية النشاط الاجتماعي بتزويد هذا الطفل هذا بمحفظة مدرسية كاملة. قد حضرنا كل الإمكانيات التي توفر له أسباب الراحة لتلقي العلم والمعرفة في مدرسته الجديدة. الوالي اللي حق لي حم تاعي ودلك ما ولده. كثيرون هم أمثال علي، وواقعهم مر، تنكرت لهم الدنيا وعظمهم لم يشتد بعد، غير أن إرادتهم أقوى من ذلك. وهؤلاء من نتوسم فيهم النجاح، لأنه من رحم المعاناة تحقق المعجزات.